استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أفادت مصادر طبية بأن النيران اندلعت في عدد من الخيام جراء قصف الاحتلال. كما أفاد متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى بأن هناك أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لخيام النازحين بالمستشفى.